على 1 ناقص، خلينا نكتب في الأول، نص ناقص جي على 1 ناقص بين قوسين 0.56 is at 0.56 G. زائد 0.56 جي مضروبين في زد انفرس، زائد طلبة البحيري وأمل، اكتبوا معايا يا جماعة ماشي، آسف طلبة البحيري وحسيب، أوكي، نص زائد جي على 1 ناقص 0.56 ناقص 0.56 جي مضروبة في زد انفرس. معلش لحظة، مضروبة زد انفرس، اوكي. هنحولها ل اتش ان ازاي؟ بص تكتب كده، تقول له يبقى ال اتش اوف ان تساوي اتش اوف زد، هنحولها ل اتش اوف ان. هاخد اول رقم فوق، الرقم اللي في البسط ده هينزل زي ما هو، اللي هو كام؟ نص ناقص جي، اللي هو الرقم ده، اوكي. وبعدين هفتح قوس، هشيك على حاجة، اوكي بعد كده هفتح قوس وهكتب داخل القوس الرقم اللي هنا ده اللي مضروب في الزد انفرس، اللي هو 0.56 زائد 0.56 جي، واحط عليه باور ان، احط عليه باور كام؟ ان، واكتب قدامه يو اوف ان. بعد كده اروح للترم اللي بعده، هنا في بلس اهي، يبقى انزل هنا بلس عادي، هنزل الرقم اللي فوق اللي هو نص، بنفس الطريقه برضه، نص زائد جي، بعد كده هفتح قوس تاني بالشكل ده واحط فيه الرقم اللي مضروب في زد انفرس ده، اللي هو 0.56 ناقص 0.56 جي، وارفع القوس واحط هنا الباور ان، واحط خارج القوس يو اوف ان. كده كتبت مين؟ ال اتش ان. كتبتوا معايا يا جماعة؟ طلبة البحيري وحسيب كتبوا معايا إجابة المطلوب رقم إيه؟ كله كتب؟ أجل بخش الصفحة اللي بعديها؟ خلاص هخش هحل نفس السؤال بس حق مين؟ حق طلبة أمل. يبقى المطلوب رقم إيه؟ مرة تانية exercise 3 بس حق أمل. find h of n اللي هي الـ impulse response، ده حل يدوي. حق طلبة أمل. طيب اكتبوا معايا يا جماعة بتوع أمل، اكتبوا معايا. في الأول هروح أجيب الـ H of Z اللي أنا حسبتها في المطلوب.